وأمت وحيت إلى
يوم تبعث من أفنينا وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا وأسلمنا بمعرفتك العظيم وجودك العميم وكرمك الباهر وإحسانك الغامر ومغفرة منك ورحمة يا رب على ما وفقتنا له من قراءة قصيدة الظلال يا رب وما فيها من الدعوات بقبول تام وثواب عظيم. واجعل اللهم ثواب ذلك هدية منا واصلة لحضرة سيدنا وحبيبنا ونبينا وشافعنا وطاعتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة بنت وهب وجميع آباء الأطهار وأصحابه الأخيار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم وعلى آل كل منهم أفضل الصلاة والتسليم. ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين وذرية رسول الله وأزواج رسول الله وآل بيت رسول الله أجمعين إلى أرواح أصحاب هذه الصلوات المباركة وقصيدة البردة والعلماء العاملين الهداة المهتدين والصديقين والشهداء والصالحين ومشايخ البلاد ووالدينا والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأولياء الكون كلهم أجمعين وجميع عباد الله الصالحين من أول يوم إلى يوم الدين تهم خيراتها وبركاتها ظاهرة وباطنة أنفسنا يا رب وأهلنا ووالدنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.